أنا المدربة سحر القرغولي، مدربة التنمية البشرية ومدربة ذوي الاحتياجات الخاصة. من سار على الدرب وصل عبارة لا تفي حقك يا سحر، ولمن لا يعرف سحر فهي التي بدأت مشوارها على كرسي مدولب وانتهت إلى تأديبه بمعاني تنمية بشرية عالية. سحر ابنة 30 ربيعا أعجزت كرسيها قبل أن يقعدها. صعوبات جم واجهتها سحر خلال مسيرتها الدراسية، وبضعف إرادة أقرانها الأصحاء تغلبت على كل الظروف لتصبح مدربة معتمدة في التنمية البشرية. عانيت بالدراسة هواية، هواية مدارس رفضتني لكن بقيت مصرة. عمري كبر، مدارس الصباحية ما قبلتني، مدارس المسائية ما قبلتني، لكن هذا الشيء ما خلاني أنزعج أو أحزن، لا بالعكس زاد من إصراري. وحاليا إن شاء الله هذا السنة راح أقدم سادس إعدادي أيضا خارجي، ولكن أثناء هاي المراحل اللي كنت أمتحن بها خارجي أدخل دورات تنمية بشرية، أدخل دورات مهارات ذاتية، مهارات يعني علمية، وأطور من نفسي. هنا في منتدى الثقافة والفنون تعطي سحر دورات تثقيفية لأصحاب الهمم، لا تتوقف عند حد معين، فهي تستمد قوتها ممن يساندها من الأصدقاء والصديقات. عشتها سحر يعني على الرغم انه هي خلينا نقول من اصحاب الهمم ويعني قدرتها على الحركه محدوده، بس قدرت انه تواجه، اهم شيء هي الخطوه انه قدرت تواجه المجتمع انه عادي هم اصحاب الهمم حالهم حالنا، يعني من حقهم يشاركون بدورات، من حقهم ابسط شيء يداومون مدارس جامعات، يكون لهم مكان خلينا نقول بالدوائر الحكوميه يعني شويه يدعموهم، لان احنا صراحه يعني كمجتمع كامل ماخذين نظره انه اصحاب الهمم لا لازم يكون قاعدين بالبيت واحنا نخدمهم، وهلا تطلعوهم بالشارع نخاف عليهم من التنمر، لا بالعكس المفروض احنا يعني كاهلهم ندعمهم، نحاول ندفعهم للمدارس، نشجعهم يوصلون كليات، ياخذون اختصاصات اللي يدونها، وحتى المناصب اللي بالدوله اللي يدون مثل سحر تريد تصير وزيره مال تعليم عالي. الفارق بين المستحيل والممكن يتوقف على عزيمة المرء وإصراره. وفق هذه القاعدة لم ترفع سحر منديلها الأبيض وظلت تطارد شغفها لتكون بطلة بقية حياتها. من كركوك عبدالله العامري، قناة الفلوجة.